عودة مجددة إليكم مشاهدينا. البث المباشر متواصل والتغطية الإعلامية لمجريات الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024 متواصلة. نحن الآن متواجدون دائما بالمركز الدولي للصحافة، ويحضر معي هذه المرة أكرم زيدي رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي، حيث سنتطرق إلى أهم النقاط منها الشباب والاقتصاد. أهلا بكم سيدي الكريم، مرحبا بكم وشكرا على تلبية هذه الدعوة. أهلا أخي إدريس، تحية طيبة لك لكل مشاهدين الكرام. إذن بصفتكم تمثلون شريحة هامة في الجزائر وهي الشباب، كيف يمكن للشباب أن يساهم بشكل أو بآخر في إنجاح هذه الانتخابات؟ طبعا مهم جدا هذا السؤال، إنجاح الشباب لهذه المحطة الديمقراطية، لأنه أكبر نسبة في التركيبة المجتمعية في الجزائر هم شباب، ما يفوق 70% من التركيبة المجتمعية شباب جزائري، إذن مجتمع جزائري شاب. طبعا ولكن إنجاح هذه المحطة يأتي كذلك من خلال عامل آخر، وهو رفع منسوب الوعي لدى الشباب. رفع منسوب الوعي لدى الشباب لن يتأتى إلا من خلال اندماج الشباب في الحياة العامة، خاصة في الحياة السياسية. طبعا خاصة في الحياة السياسية، ويتحدثنا عن تحمل الشباب للمسؤوليات السياسية، متعلق بتحمل الشباب لمسؤولياته الاقتصادية، متعلق لتحمل الشباب لمسؤولياته الاجتماعية. طبعا التحدث عن مشاركة الشباب في إنجاح المحطات الديمقراطية، واليوم نعيش الاستحقاق الرئاسي المسبق المتعلق برئاسيات سبتمبر 2024 موعد ديمقراطي هام في تاريخ الجزائر. لماذا في تاريخ الجزائر؟ لأنه حقيقة هذا الموعد الديمقراطي لديه ظروف محيطة به وأوضاع داخلية للبلد، على عكس الأوضاع التي سادت الاستحقاق الرئاسي سنة 2019. الاستحقاق الرئاسي الذي كان سنة 2019 كان في ظل ظروف صعبة جدا، واستثنائية، ظروف سياسية صعبة، ظروف اقتصادية سادتها مؤشرات السلبية، ظروف اجتماعية حقيقة متدنية، مؤسسات كانت تعاني الهشاشة، كان الوضع العام للبلد يتوجه نحو المسار لا دستوري. إذن الوضع العام الذي مرت به رئاسيات 2019 هو وضع صعب جدا مقارنة مع الوضع الحالي اليوم في هذا الاستحقاق الرئاسي سنة 2024. الوضع مغير تماما، وضع اقتصادي مستقر، وضع اجتماعي كذلك مستقر، وضع سياسي يلقى قابلية لدى الطبقة السياسية، وأكبر دليل أن هناك مشاركة فاعلة للطبقة السياسية، سواء كانت بالمساندة سواء كانت بالمشاركة في الرئاسيات، وأكبر دليل على أخلقة الحياة السياسية واعتدال الوضع السياسي في الجزائر مؤشر هام، وهو مشاركة حزبين سياسيين كبيرين في الجزائر، وقد غيبوا لي ممكن لسنوات. والله ليس غيبوا، قاطع الانتخابات لأكثر من 20 سنة. بالضبط، مقاطعة الانتخابات لأكثر من 20 سنة كان سببه تردي الوضع السياسي في البلد. اليوم عودة هذين الحزبين، حزب الأففاس وحزب حماس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، دلالة أولا على تحمل هذين الحزبين لمسؤولياتهم التاريخية أمام البلد، أمام الشعب وأمام المواطنين، تحمل كذلك مسؤولياتهم السياسية أمام قواعدهم، لأنه حقيقة حزبين سياسيين لديهم قواعد منتشرة، قواعد قوية وقواعد مهيكلة وقواعد منتشرة. كذلك المؤشر الإيجابي الآخر هو أنه الثلاث مترشحين لهذه الانتخابات الرئاسية مترشحين عن حزبين سياسيين، مترشح حر السيد عبد المجيد تبون الذي ترأس البلد
في عهدة رئاسية لمدة 5 سنوات ما بين 2019 2024 ثلاث مترشحين لهذه الانتخابات جاءوا ببرامج انتخابية مهمة جدا تتمحور محاورها حول الشق الاقتصادي. وهل كانت الاجتماعي بالفعل وهل كانت هذه البرامج ترقى لتطلعات الشباب بالخصوص؟ طبعا انتم اعلاميين اخي ادريس، وكانت اكيد لديكم عديد اللقاءات مع الشباب وعديد الحوارات مع الشباب الجزائري خلال الحملة الانتخابية، ونحن كان لدينا احتكاك مع إخواننا الشباب، وحقيقة سجلنا أنه هناك اهتمام كبير من طرف الشاب الجزائري اليوم بأولا المحطة الديمقراطية المتعلقة برئاسية سبتمبر 2024 وكذلك بالبرنامج الانتخابي. اليوم الشاب لم يعد فقط يشارك إن شارك في الإدلاء بصوته فقط، أصبح يبحث عن البرنامج الانتخابي للمترشحين، أصبح يتعمق، أصبح يبحث عن أبعاد هذه البرامج الانتخابية بتعطش. احتكاكنا مع الشباب في الحملة الانتخابية لهذه الرئاسيات استنتجنا منه أن الشباب أصبح واعي ومدرك بأهمية مشاركته في الحياة العامة، أهمية مشاركته في إنجاح المحطات الانتخابية، وكذلك أهمية مشاركته في الحياة السياسية ناهيك عن مشاركته في الحياة الاجتماعية من خلال طبعا نشاطه ضمن فعاليات المجتمع المدني، مشاركته في الحياة الاقتصادية من خلال نشاطاته الاقتصادية عن طريق استحداث مؤسسة مصغرة أو مؤسسة نشئة، ويمكن التطرق إلى هذا الموضوع لأنه كانت هناك إصلاحات في هذا الشق. الوعي السياسي لدى الشباب، حتى أنه كان هناك تمكين للشباب سياسيا من خلال إصلاح قانون الانتخابات الذي مكن الشباب وضع الأرضية طبعاً وضع الأرضية لتمكين الشباب سياسيا. بعد إصلاح قانون الانتخابات سجلنا أنه معظم أو كل المجالس المنتخبة أولاً المحلية معظمها شباب. إذن أصبح الشباب يتقلد المسؤوليات السياسية عن طريق المجالس المنتخبة المحلية، بالضبط. أصبح مساهم في ملفات التنمية المحلية مع الشباب الذي تحمل مسؤولياته الاجتماعية ضمن فعاليات المجتمع المدني. الشباب كذلك أصبح يتحمل مسؤولياته السياسية ضمن المجالس المنتخبة الوطنية من خلال مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. إذن أصبح الشباب الجزائري في المجالس المنتخبة الوطنية يساهم في التشريع، يساهم في رسم السياسات العامة عن طريق تقوية التشريع وضمان الأمن القانوني، لأنه قوة السياسات العامة من قوة التشريعات، من قوة القوانين. إذا ضمننا تشريعات قوية، قوانين قوية، يمكن القول أنه توصلنا إلى وضع سياسات عامة مستقرة وقوية. وأكثر دليل كذلك هو إذا تحدثنا عن الاستقرار القانوني والاستقرار التشريعي، نتحدث عن أحد القوانين المهمة ضمن الملفات الاقتصادية التي افتتحت ضمنها ورشات، وهو ملف الاستثمار. قانون الاستثمار الجديد بعد إصلاحه سنة 2022 أصبح مستقر لمدة 10 سنوات. هذا أولا ما حرص عليه رئيس الجمهورية في العهد الرئاسية 19-24، حرص على أن يكون هناك استقرار لهذا القانون، لهذه المنظومة القانونية، لكي تكون منظومة محفزة للمستثمر المحلي قبل المستثمر الأجنبي، حتى أنه القانون حماية المستثمر المحلي، حماية المستثمر، وهو حماية للاستثمار، حماية للاستثمار من أجل تحريك عجلة التنمية الصناعية والحركية الإنتاجية التي نؤسس من خلالها إلى تقوية الجباية العادية لسد الاختلالات في حالة إذا كان هناك اختلالات في الجباية البترولية. قبل الخوض في المجال والجانب الاقتصادي، نعود على عجالة إلى الحملة الانتخابية وما شاهدناه من خلال التجمعات الخاصة بالمترشحين الثلاث، أين لاحظنا حضور ومشاركة قوية للعنصر الشاب في جميع التجمعات، وهذا ما كان غائباً أو مغيباً خلال السنوات الماضية. أنا أقول أنه كان غائباً، لم يكن مغيباً، وإن كان مغيباً كان بفعلة فاعل من طرف بعض الجهات التي تريد السيطرة على المشهد السياسي، ومدركة لأنه الشباب لما يتحمل مسؤولياته السياسية سيزيح كل الشوائب
سيزيح أشباه السياسيين من الساحة السياسية. إذن المشهد من خلال الحملة الانتخابية المتعلقة برئاسية سبتمبر 2024 سجلنا من جهة مشاركة فاعلة للشباب في التجمعات الشعبية للمترشحين لهذه الانتخابات، مشاركة فاعلة في اللقاءات الجوارية، حتى مشاركة فاعلة للشباب في تنشيط الحملة الانتخابية. بالضبط، الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين الثلاث. إذن اليوم توصلنا إلى مستوى وعي لا بأس به، وعي سياسي لا بأس به لدى الشباب. إذن هذا مكسب وجب تعزيزه. الشاب اليوم الجزائري، ونحن شباب ونخاطب الشباب بلغة الشباب، أدرك أنه ابتعاده عن المعترك السياسي لن يكون له نتيجة. لن يكون له نتيجة. بالضبط. ولوجه المعترك السياسي بعد الإصلاح المتعلق بقانون الانتخابات سيمكنه ليس من طبعا استلام المشعل، من افتكاك المشعل، لأنه المشعل دائما نقول للشباب أنه المشعل لن يسلم لكم يا شباب. المشعل يجب افتكاكه، ولكن يجب أن تكون تنشئة للشباب، تنشئة سياسية، تنشئة اقتصادية، وتنشئة اجتماعية. وهذا ما كان في العهد الرئاسية 19-24 من خلال وضع البيئة المواتية لتنشئة الشباب سياسيا اقتصاديا اجتماعيا لتحمل مسؤوليته، لأنه حقيقة الشباب كذلك أمام مسؤولية تاريخية، ومسؤولية أمام الفئات العمرية التي أكبر منها، لأنه حقيقة إخفاق الشاب في المسؤولية الملقاة على عاتقه اقتصاديا سياسيا واجتماعيا هو إخفاق لمعظم الشباب. بالضبط، لأنه هو راه مثال وإحباط لعزيمة الشباب، إخوانه الشباب. إذن مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة طبعا. أكرم، ولعل أهم الأسباب التي جعلت هذا الشاب يكون واعي اليوم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا هو إعادة إلى الحياة السياسية ما يسمى بالمجلس الأعلى للشباب، وكذلك خلق مرصد المجتمع المدني، اللذان ساهما بشكل كبير في رفع الوعي لدى الشباب. جيد جدا. شوف، لما تتوفر الإرادة السياسية ولما يتوفر يعني الصدق والنزاهة لدى السياسي يمكن تجسيد المحال. توفرت إرادة سياسية قوية لدى السيد عبد المجيد تبون وهو رئيسا للجمهورية في عهد رئاسي لمدة 5 سنوات، التزم بمعظم التزاماته، من بين التزاماته تعديل دستوري. كان هناك حقيقة تعديل دستوري سنة 2020، انبثق عنه دستور جديد وهو دستور نوفمبر 2020، دستر المجتمع المدني، دستر الشباب في عديد المواد. دسترت المجتمع المدني مهمة جدا، لأنه المجتمع المدني في المراحل الماضية لم يكن يؤدي الأدوار المنوطة به والتي على عاتقه، وهذا للأسف لاستحواذ الطبقة السياسية على المجتمع المدني في تعبئة القاعات وفي أداء أدوار غير أدواره. أدرك السيد عبد المجيد تبون أن المجتمع المدني فيه طاقة رهيبة، من شأنها أخلقت الحياة العامة، من شأنها تطوير السياسات العامة للبلد، سواء كانت سياسات اجتماعية، سواء كانت سياسات اقتصادية، سواء كانت حتى سياسات سياسية. إدراك السيد عبد المجيد تبون بأهمية المجتمع المدني جعله يلتزم أثناء الحملة الانتخابية سنة 2019، التزم بتجسيد ديمقراطية تشاركية حقة، التزم بخلق مجتمع مدني حر ومسؤول أن يكون قادر على تحمل مسؤوليته لكي يكون أولا مرافقا وثانيا مقيما لأداء العمل العمومي. شوف تلك المكانة التي أعطاها وأولها السيد عبد المجيد تبون في التزاماته، أن يكون طبعا مرافقا، شيء عادي أن يكون مرافقا للمجتمع المدني، ولكن أن يكون مقيما لأداء العمل العمومي هو صعب جدا. سيواجه مقاومة رهيبة طبعا من الإدارة، ولكن بالرغم من المقاومة
بالرغم من المعارضة كانت هناك إصلاحات، وتم إصلاح دستور نوفمبر 2020 دستور المجتمع المدني، استحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدار رئيس الجمهورية، دستور الشباب من خلال كذلك استحداث هيئة استشارية لدى السيد رئيس الجمهورية وهي المجلس الأعلى للشباب. ونحن لاحظنا وأنتم كطبقة إعلامية النشاطات المكثفة لهاتين الهيئتين الدستوريتين المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، مساهمتهما في أخلاق الحياة العامة، مساهمتهما في طبعا الاستثمار في العمل البشري سواء كان في فعاليات المجتمع المدني، وهذا لم يكن من قبل. طبعا وهذا لم يكن من قبل. أكرم بالعودة إلى الشق الاقتصادي في عجالة، الأكيد أن الخمس سنوات الأخيرة شهدنا إجراءات اقتصادية جديدة كان من شأنها رفع الدخل العام الناتج العام، وكذلك أصبحنا نتحدث عن الصادرات أكثر من الاستيراد وغيرها من البرامج مثلها تشجيع الإنتاج المحلي، تشجيع الاستثمار، المقاولاتية بمفاهيمها الجديدة، الستارت اب، المقاول الذاتي، أصبح الموظف الآن يفكر في إنشاء مؤسسة خاصة، الفكر المقاولاتي دخل إلى الجامعات. يعني نستطيع أن نقول هناك ثورة اقتصادية نشأت طبعا لم ترى النور لكنها نشأت، وبمقاييس ما يقل أن يقال عنها أنها مقاييس مقبولة جيد. شوف هذا المسار الإصلاحي المتعلق بالملف الاقتصادي سواء كان متعلق بالمقاولاتية، الاستثمار، التنمية المحلية، مختلف الملفات الاقتصادية، حتى ملف المالية من خلال إصلاح قانون النقدي والمصرفي لم يأتي هكذا فقط، جاء نتاج معطيات، نتاج المعطيات الاقتصادية التي كانت تسودها المؤشرات السلبية. الوضع العام للبلد قبل سنة 2020 كان وضع اقتصادي متدني، مؤشرات سلبية للأسف. سبب الوضع الاقتصادي هو تبعية للبترول والغاز وتهاوي قيمة الجباية البترولية بشكل محسوس. ما بين سنة 2012-2019 انخفضت من 4000 مليار دينار جزائري إلى 2600 مليار دينار جزائري. انخفاض الجباية البترولية كان يقابله ضعف الجباية العادية، إذن لم يكن هناك إيرادات للخزينة العمومية يمكن بها سد العجز، لم يكن هناك نظرة استشرافية. السيد عبد المجيد تبون لما جاء التزم بتنويع الاقتصاد الوطني وبتحريك ملف الاستثمار وبوضع بيئة أعمال مواتية، هذا بهدف استحداث نموذج اقتصادي جديد مجابه مستبق لكل الاختلالات الاقتصادية. في حالة ما إذا تهاوت أسعار البترول تنخفض الجباية البترولية، هناك جباية عادية قوية تجابه هذه التحديات وتكون سند للجباية البترولية. كان لزاما لتقوية الجباية العادية والتوجه نحو النموذج الاقتصادي الجديد تحريك القطاعات البديلة وكذلك تثمين المقومات والمقدرات الوطنية. أولى المقومات والمقدرات الوطنية هو العامل البشري الشاب، لأنه العامل البشري هو الأساس لتحريك السياسات العامة والسياسات الاقتصادية وحتى السياسات الاجتماعية. فتح عدة ورشات إصلاحية، ملف الاستثمار، صدور قانون استثمار جديد، صدور مراسيم تطبيقية وتنظيمية شهر ونصف مباشرة بعد صدور قانون الاستثمار شهر جويلية 2022، تدشين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار شهرين بعد صدور قانون الاستثمار. إذن المنظومة القانونية والمؤسسية هيئت لتحريك ملف الاستثمار. النسيج الاقتصادي لا يتركب فقط على ملف الاستثمار ولكن يتركب كذلك على المنظومة المالية. تم إصلاح المنظومة المالية عن طريق الأساس وهو إصلاح قانون النقدي والمصرفي الذي لم يصلح منذ سنة 1991. كذلك الملف الاقتصادي وإصلاحه يرتكز على ملف المقاولاتية الذي يمكن الشباب الذي هو أكبر نسبة مجتمعية في الجزائر من تحمل مسؤولياته الاقتصادية. تم استحداث صندوق خاص بتمويل المؤسسات الناشئة
والصندوق الجزائري لتمويل مؤسسات الناشئة الذي يتيح الفرصة للشباب للتمويل لتوطين فكرته الاقتصادية في مشروع. كذلك مرافقة ملف المؤسسات المصغرة وإصلاح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي ننتظر في العهد الرئاسية القادمة إن شاء الله أن يكون هناك إصلاحات معمقة لهذه الوكالة التي تعنى بتمويل الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة. إذن كان التركيز على استقرار المنظومة القانونية، إصلاح المنظومة الاقتصادية، وكذلك تكامل النسيج الاقتصادي. تكامل النسيج الاقتصادي ما بين الاستثمارات الكبرى، المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، حتى ملف المقاول الذاتي الذي لم يكن له في الجزائر منظومة قانونية تحدده تؤطره، تم وضع المنظومة القانونية للمقاول الذاتي التي أحصت 1300 نشاط اقتصادي، واليوم على مستوى اقتصادي ومنه تقريبا 90% نشاطات جديدة لم تعرفها الجزائر من قبل. نشاطات جديدة لم تعرفها الجزائر، حتى أن النشاطات مساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات، وبالحديث عن المقاول الذاتي من خلال منتجاته الخدماتية التي موجهة إلى الأسواق الدولية، كان المستثمر والمتعامل الاقتصادي الجزائري يستورد بعض الخدمات من الخارج بالعملة الصعبة. اليوم أصبح توفر عن طريق المقاولين الذاتيين في الجزائر، ومن هنا طبعا ضبطنا الواردات من خلال بعث النشاطات الاقتصادية التي من الممكن للمتعامل الاقتصادي الجزائري توفيرها فيها. ورقينا قيمة الصادرات، حتى أن الجزائر اليوم سجلت قيمة تاريخية للصادرات لم تسجلها في تاريخها، وهي 7 مليار دولار كقيمة للصادرات خارج المحروقات. سنة 2020 لم تتعدى الجزائر 2 مليار دولار كقيمة للصادرات خارج المحروقات، ولكن نظرا للإصلاحات الهيكلية، إصلاحات الاقتصادية، إصلاحات المتعلقة بضبط الواردات وترقية الصادرات المتعلقة هي بالأساس في خلقة الحياة التجارية وخلقة الحياة الاقتصادية، توصلنا إلى قيمة مهمة وهي 7 مليار دولار كقيمة للصادرات خارج المحروقات. وحتى هيئات أخرى مؤسساتية ساهمت في اعتدال مناخ الأعمال، لما كلفت هيئة وسيطة الجمهورية من طرف رئيس الجمهورية أنذاك برفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية، كانت هناك نتيجة برفع العراقيل على أكثر من 960 مشروع استثماري، وفر أكثر من 30 ألف منصب شغل. تخيل أنه أكثر من 960 مشروع استثماري كيف سيحرك العجلة الإنتاجية والعجلة الصناعية. كذلك تسجيل 8900 مشروع استثماري على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هو ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت في إطار إصلاحات عامة للبلد. كل هذه الأرقام نضيف لها تسجيل خلال 5 سنوات الأخيرة انخفاض نسبة الهجرة السرية لدى الشباب، وهذا ما يدل على أن الشباب رفع المشعل من أجل بناء بلده عوض أنه الهروب من المسؤولية نحو بلدان أجنبية. شوف باش نهضروا ونكونوا صراحة، انخفضت نسبة الهجرة، ولكن المشاهد الكريم يقول لك بلك راهي ارتفعت نسبة الهجرة الغير شرعية. شوف أن نكون موضوعي إلى أبعد الحدود، الشاب الجزائري الذي يقرر الهجرة غير شرعية إلى الخارج بأموال كبيرة، قولها بالعامية استثمرها في الجزائر، 60 مليون يروح بالبوطي عادي، 120 مليون يروح بالسارية. أنا أقول لك أنه ما هيش مشكلة تاع بطالة، لأنه الشاب اللي يحوز على 60 مليون ولا 120 مليون هذا ما هو الشاب بطال، هذا شاب خدام حقيقة. إذا المشكلة ما هوش في قضية حتى ويسلفها يقدر يستثمرها، حتى ويسلفها وتكون عائدات أكبر، يستثمرها في مشروع اقتصادي ومقاولاتي صغير. اليوم قضية ذهنيات، ونحن نعيش في ظل عالم لديه وفيه استقطاب حاد، ولكن رفع منسوب الوعي لدى الشاب الجزائري سيساهم في تحمل المسؤوليات الاقتصادية، تحمل المسؤوليات السياسية، تحمل المسؤوليات كذلك الاجتماعية، ولكن هذا المسار الإصلاحي سيقابله مقاومة، ومسافة 1000 ميل تبدأ بميل أخي. يجب أن نرفع التحدي لتطوير الجزائر، ولكذلك أن يكون هناك تطوير للاقتصاد الوطني وتطوير للسياسة العامة. الأكيد أنه في ختام هذه الجلسة، الشاب اللي راه يشاهد فينا اليوم
ينتظر في إقلاع اقتصادي حقيقي. جميع المعطيات التي تحدثت عنها إن كان فيه هناك استراتيجية أو استمرارية في نفس الاستراتيجية، الجزائر على موعد مع إقلاع اقتصادي حقيقي. هل هذا الكلام حقيقي بصفتكم رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي، أم أنها مجرد شعارات سياسية وتسويق سياسي؟ والله يشوف، احنا شباب ورانا في مقتبل العمر، وانا نقول لك ما نقدرش نغامر بمصداقيتي كشاب. انا مش اليوم نقول لك انه هذه شعارات، هي شعارات سياسية، ونقول لك انه هناك اقلاع وهناك اصلاح. حقيقة اخي، واكبنا العهد الرئاسية لمدة 5 سنوات بحلوها وبمرها وبتحدياتها وبأزماتها وبأعراسها وبأفراحها. كانت حقيقة إصلاحات هيكلية تؤسس للإقلاع الاقتصادية، لانتعاش الاقتصاد الوطني، لإسهام الشباب في الحياة الاقتصادية. ولكن اليوم الشاب الجزائري يطالب السلطات العمومية بتوفير بيئة النشاط المواتية، ولكن هو مطالب كذلك بتأدية واجبه وتحمل مسؤولياته الوطنية بإنجاح المحطات الديمقراطية أولا في للخروج في هذا الموعد الديمقراطي الهام، لأن نسبة المشاركة هي نسبة مهمة، وكذلك تحمل المسؤوليات الوطنية من خلال تحمل مسؤولياته الأخرى الاجتماعية الاقتصادية والسياسية للمساهمة في التشييد والمساهمة في البناء. الشاب الذي لديه فكرة مقاولتية، هناك هيكل لتمويل فكرته المقاولتية لاستحداث نشاط اقتصادي. الشاب الذي لديه طموح سياسي يمكنه ولوج المعترك السياسي. الشاب الذي يريد تحمل مسؤولياته الاجتماعية، هناك هيئات ضمن مؤسسات المجتمع المدني للمرافعة. كذلك هو كما تحمل الشاب الجزائري مسؤولياته خلال المحطات التاريخية التي عرفت الجزائر، من ثورة شعبية والثورة التحريرية إلى جميع المحطات التي بنيت من خلالها الدولة الجزائرية، الأكيد أكرم أن الشاب الجزائري اليوم سيقول كلمته. وقد شاهدنا من خلال الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية، مفرحة جدا، عشرات إن لم نقل مئات الآلاف طوابير من الشباب ينتظرون مكاسب الاقتراع. كانوا شيوخ، اليوم شباب. أخي الشاب، المسؤولية تقع على عاتقنا للتغيير. أخرج وتوجه إلى مركز الانتخاب للإدلاء بصوتك وتثبيت المسار الديمقراطي، لأن المسارات الإصلاحية تأتي من خلال تثبيت المسارات الديمقراطية وتعزيز المؤسسات الدستورية. شكرا لك سيدي على تلبية الدعوة على هذه التفاصيل المهمة التي قد لا يدركها البعض وقد يحاربها البعض الآخر بأفكار سلبية. إذا مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة. التغطية الإعلامية مستمرة، نلقاكم بعد قليل إن شاء الله. بارك الله فيك.